10? كتف هذا مجمع الان صح انا اعطيه فرصه يرجع نفس السرعه اللي اراد اهم شيء ما يزيد شعره في اتجاه او في السرعه هاي روحي سائلين مره اليد مكانها ورجع لنفس المكانة خط شوي ورجع الحد يحاول يقمص مقام السيارة ثم لكن حتى لو تصور لو واحد يصورها مثلا الحين حاول ما تبيع بتبيع بشكل مطلوب وانت راكب تحس انها قوية وهي سلسة جدا للنصاب موزون عكس بعض الامور ما تحس فيها ابدا تحس انها عادية ولما تصور او تشوف الكاميرات الحصان سواها بشكل مرة كنها قوية او كنها سواها بشكل زايد فاللي تحس انها قوية ما تبين في المقطع واللي وانت راكب ما تحس فيها تبين في المقطع بانت وما بانت ما عليك الحس المقطع ليس المقياس طبعا الصوت الفاكر